معنا عبر الإنترنت من مدينة غازي عنتاب التركية السيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي السوري. مرحبا بك أستاذ حافظ. مع استمرار القصف على ضربات الجوي على الغوطة، اختتمت في أستانا المباحثات، كيف تقيم الجولة التاسعة من مباحثات أستانا وما خرجت به؟ تحية لكم ولمشاهديكم. يعني أعتقد أنها مراسم بروتوكولية ليس أكثر من ذلك، ولا أنها على الأرض لا، يعني أي لقاءات لا تثمر على الأرض هي ليست لقاءات ولا تعني الشعب السوري. أصلا لم يحضر أحد من الشعب السوري، لا من يعني إن كان حتى تابع النظام أو إن كان حتى من المعارضة، لم يحضروا في أستانا. وبجميع الأحوال ما خرج من قرارات كله بكل احتمالاته وكافة البنود التي قرأناها تصب في مصلحة نظام الأسد، وكان واضحا وزير خارجية إيران عندما قال بأن الهدن التي تم التوقيع عليها أو تم اعتبارها في أستانا ساعدت نظام الأسد على الاستمرار في محاربة الفصائل التي يريد أن ينهيها، بما معنى أنها وفرت له الوقت الكافي لكي يوزع قواته على مناطق هو يريدها ولكن قال كمخطط أيضا، له، وفعلا هذا ما حصل. عفوا، قال أيضا وزير الخارجية الإيراني، قال في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيريه التركي والروسي، قال إن أستانا حافظت على وحدة التراب السوري. ما تعليقك على ذلك؟ يعني بكل الأحوال لا أعتقد أن أستانا حافظت على وحدة التراب السوري بهذا التعبير، بما معنى بل أستانا هي التي شتتت التراب السوري وجعلت المناطق السورية عبارة عن جزر مفصلة على بعضها عن بعضها، وأيضا جعلت المناطق السورية عبارة عن كانتونات بسيطة، حتى المرور من واحد إلى آخر أصبح يصعب عبوره على المواطن السوري. قبل ذلك كانت فصائل الجيش الحر بشكل أو بآخر تؤمن عبور أو بشكل أو بآخر، لكن الآن أعتقد أن أستانا صارت بعكس ما كنا نتمنى، بأنها فقط هي لتخفيف النزف السوري تمهيدا لأن يستمر جنيف، لكن على ما يبدو هي فعلا قدمت ضمانات لإيران وللنظام السوري لاستمراره بهذا بشلال الدم السوري الذي ينزف الآن، مسؤولة عنه حقيقة الدول الضامنة في أستانا وبالذات روسيا وإيران. من أجل ذلك أعلن المعارضة في الغوطة استعدادها للتفاوض مع الروس برعاية أممية، كيف تقرأ هذا الإعلان؟ يعني أقل ما يمكن وضع روسيا على المحك أمام دول العالم بأنها غير جادة في تطبيق القرار الدولي الأخير الذي يدعو إلى هدنة 30 يوما، وكلنا لاحظنا بأنه منذ أن اتخذ القرار الأممي في مجلس الأمن ازداد التصعيد الروسي وتصعيد النظام، وكأنه ردود فعل على ما جرى في كواليس مجلس الأمن لإجبار روسيا على الموافقة على ذلك القرار. أعتقد بأن طرح المعارضة وبشكل موحد فصائلها من الغوطة الشرقية أمام العالم على استعدادها للتفاوض في جنيف جعل روسيا مكشوفة أمام العالم بأنها هي غير جادة لا لتفاوض ولا لوجود هدنة، وهي دولة يعني صارت أشبه بدولة مارقة بتعطيها مع الملف السوري ومع ملفات العالم كله. أصلا الواقع على الأرض جسده المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا عندما أكد عدم التزام أطراف الصراع بقرار وقف إطلاق النار. ما الذي يستطيع دي مستورا فعله لتنفيذ قرار مجلس الأمن؟ الحقيقة كان يستطيع دي مستورا أن يعلن انتهاء المفاوضات منذ مدة ليست بقليلة، وأن يتنحى جانب عن هذه اللعبة السياسية التي غطت الدم النازف في سوريا، غطت مجازر النظام خلال الدورات السابقة. دي مستورا لم يكن وسيطا بالنسبة للسوريين، بل كان مشاركا في تمديد الوقت وتمريره، وأيضا بجولاته المكوكية هو حتى الآن يدعي بأن الطرفين هما من يخترقان الهدن، ويدعي بأن الطرفين هما أصحاب المشكلة، ولا يدرك بأنه مبعوث دولي ليدافع عن شعب مظلوم أمام نظام ديكتاتوري وأمام احتلال روسي واحتلال إيراني لأرضنا. أما الدفاع عن حقوق هذه الأرض هي دفاع يمتلكه القانون الدولي يضمنه بشكل عام. أعتقد كل تصريحات دي مستورا لا معنى لها، هو فقط رجل يبحث عن راتبه حتى الآن، وكلنا نتذكر حتى الأمم المتحدة عندما جرى اتفاقات العراق النفط مقابل الدم كم الفساد الذي جرى هنالك، والآن يتكرر بسوريا الدم مقابل بقاء هذه المنظومة الأممية تتلاعب بدم الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك عبر الإنترنت من غازي عنتاب التركية الكاتب والمحلل السياسي السوري سيد حافظ قرقوط.